يعني ليه انت بتفرض عليا بإلحاح بكل الطرق وبهذا المحتوى، ومعروف ان ده عدوى مش بس للأطفال، للكبار يعني، اي شيء كويس عدوى واي شيء وحش عدوى. ف يعني حضرتك تفسيرك للإصرار وفي الفترة الأخيرة بالذات على الإلحاح بكل الطرق. طب وانا هرجع لورا شويه زي الدكتور محمد رجع لورا شويه. انا عندي اعتراض على فكره طبيعي وغير طبيعي. هي التنوع بقى هو اصل دلوقتي في الحياه. يعني حتى مثلا انا وانا بقرا في كتاب الدكتور محمد لقيت لي اب واحد وام واحده، ومن يقول غير ذلك فهو غير طبيعي. طب ما هو في اطفال لاب من غير ام، وفي اطفال لام من غير اب، بس هو موجود الاب، وفي اطفال بلا اب وام تربوا في الملاجئ، بس دول برضو مش وفي اطفال قاعده برضو يعني ده موجودين. طبيعي ولا مش طبيعي؟ هطلق عليهم غير طبيعي ولا هطلق عليهم طبيعي؟ اطلب عليهم لا، بس عندهم السياق ظروف يا دكتور كان سياق مختلف شويه. طب انا هكمل طبعا. بس طبعا. هكمل بس. فانا بس عندي مشكله في حكايه طبيعي وغير طبيعي، لانه بيدرب الطفل على انه يفكر بشكل ثنائي، اما او الخير والشر، القبيح والجميل، الطيب والشرير، الطبيعي وغير الطبيعي. وبالتالي اي مختلف هيبقى غير طبيعي، واي متوافق معاه هيبقى طبيعي. ده واحد. فانا عندي مشكله في الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه انه احنا عارفين انه المثليه موجوده في المجتمعات الانسانيه بدرجات تقريبا واحده في المجتمعات الانسانيه، من 1 لـ2% في المجتمع الانساني في اشخاص مثليين. في بعض المجتمعات قبلت وجود المثليين، وفي مجتمعات زي مجتمعنا رفض وجود المثليين، وده حق المجتمع بتاعنا انه يرفض ده، مش من الناحيه الثقافيه ومن الناحيه الدينيه ومن الناحيه القانونيه. ولكن فكره انه مجتمع يفرضها على مجتمع، انا ما اعرفش الفرض جاي منين. طب ما انا ممكن ما اتفرجش على القنوات اللي بتعرض الحاجات ديت، ما اشتريش الكتب اللي بتعرض الحاجات أيوة دي. انا مش هقدر اسيطر على ولادي ادرب هنا بقى. هنا بقى السؤال يا مدام سهير، السؤال بقى هنا اعمل ايه مع ولادي في الحالات ديت؟ ولادي بيروحوا المدرسه وبيتعلموا وبيروحوا في مدارس اجنبيه، واحتمال يكون المدرس اللي المدرسه جايباه هو نفسه، هو نفسه بالظبط كده مثلي، وانه بيتفرجوا على افلام وبيتفرجوا على مسلسلات، انا اعمل ايه في القصه؟ انا ادرب ولادي ازاي ان هم يتعاملوا مع الحاجات ديت بدون ما يتاثروا بيها او ما يهتزوا بيها إزاي؟ او تتخلخل حاجه. ازاي اعمل عندهم مناعه ضد الحاجات دي؟ اهم حاجه لازم نقولها، بس اهم قاعده لازم نقولها، انه مشاهده مثليه لم يثبت علميا ان مشاهده افلام او قراءه كتب مثليه بتؤدي الى المثليه. ده واحد، عشان بس الاهالي يطمنوا ما يلاقوش من القصه ديت. امال المثليه بتيجي منين؟ العلم بيقول المثليه بتيجي من 3 مصادر. المصدر الاول الجينات، المصدر الثاني خبرات الطفوله، المصدر الثالث العلاقه بالاب. دول الـ3 مصادر اللي العلم بيتكلم عنهم. 3 مصادر دول يعني انه ايه العلاقه بالاب؟ العلاقه بالاب في بعض الابحاث بتتكلم على انه العلاقه بالاب لما بتكون مضطربه، الطفل بيشعر بانجذاب الى نموذج الرجل في حياته، فيتحول الى انه ما يعرفش يتبنى نموذج الاب في حياته او الذكر يعني، فيبتدي يكون جواه انجذاب الى نفس الجنس علشان العلاقه بالاب كانت مضطربه، عشان ما عرفش يعمل. يعني هشرحها اكتر. يعني هو ده قرار ولا ده مصير هو اتولد بيه؟ يعني الجينات مفهومه. لا، الموضوع مش مسار واحد، ده هو خليط من كل العناصر ديت. يعني هو خليط من عناصر الجينات بتشكل حوالي 36%، بقيه العناصر البيئه بتشكل حوالي 52%، والباقي اللي هو العلاقه بالاب.